أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم مرحبا بكم. شكرا شكرا. إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. علاش هذا الاسم؟ هذا الاسم انا شفت باللي بزاف عن طريق نجاح حصه مع عمو يزيد الاولياء يجيبوا ولادهم يجوا يحضروا معنا يرسلونا وكامل، ولكن شفت باللي كاين تساؤلات هاد الاولياء عندهم تساؤلات باش يربيوا ولادهم باش يواجهوا حالات معينه تصادفهم كل يوم. اذا احنا مع اخصائيين في شتى المجالات نجوا لهنا باش نعطوكم نصائح تفيدكم باش تربيوا ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. اذا مع بعض رايحين نستقبلوا دركا. اذا اولا الدكتور بغبرة محمد. تفضل استاذ. تفضل. مرحبا بك استاذ. مرحبا بك. تفضل شرفتنا. دكتور بغبرة محمد متخصص في طب الاطفال. الاستاذ لابري نور الدين متخصص في علم التربيه. استاذ مرحبا بك. مرحبا بك شرفتنا. تفضل استاذ. تفضل. ومعنا كذلك الاستاذه المتخصصه في علم النفس تفاحي هنيه. تفضلي مدام. مرحبا بك. مرحبا بك مدام. تفضلي. مرحبا بك. ومعنا كذلك في الموضوع تاع اليوم اللي هو موضوع مهم معنا الملازم الاول يوسفي مراد من الحمايه المدنيه. تصفيق عليه. مرحبا بك. شرفتنا. تفضل. في كل حصة نستضيفوا طفل هذا باش انتم يا أطفال تروحوا ديروا الواجبات المدرسية نتاعكم. اليوم معنا ياسين بحري. تفضل ياسين. تعال. واش راك ياسين؟ لاباس. لاباس وليدي؟ صافا. بخير؟ الحمد لله. قول لي ياسين، أنت كي دير الواجبات المدرسية نتاعك؟ كي تدخل للدار؟ طول باش ديرهم وتدخل الدور وكامل ولا واش دير؟ غير نشرب قهوه نبدل حاجه نروح نقرا. تروح تقرا. برافو وليدي. برافو. وتفيق عليه. واش نقدروا نقولوا للدراري اللي يشوفوا فينا؟ واش نقولوا لهم؟ لازم يقراوا ولازم ما يخموش في حاجه واحده اخرى غير في القرايه، واذا نجحوا يكملوا قرايتهم يخموا على والديهم. ربي يطول عمرك. اذا احنا وجدنا لك مكتب جميل تروح دير الواجبات تاعك. تفضل ياسين. تفضل. وانتم كذلك يا اطفال اللي راكم تشوفوا فينا روحوا دركا ديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم باش عمو يزيد يفرح بكم ووالديكم كذلك يفرحوا بكم باش تكونوا خير خلف لخير سلف. مرحبا بكم. اليوم راح نتناولوا موضوع مهم. هذا الموضوع هذا العائلات والاولياء يتسالوا عليه دائما، هو موضوع الحمى. شغل الوالدين لما ولدهم ولا بنتهم تجيه الحمى شغل لا بانيك ما يعرفش واش يدير. يا هل ترى يديروا في لابينوار، يا هل ترى يزقي الطبيب، يزقي الحمايه المدنيه، يا هل ترى يديروا لي غلاسون. دونك كاين بزاف هاد الحوايج هادو. من خلال هاد الحصه ولادنا تحت جناحنا المخصصه للحمى ماذا بينا نعطوا لهاد الاولياء نصائح اللي تفيدهم، كما في كل مره نقول لهم ما لازمش ديروا هكذا ديروا هكذا. نصائح بسيطه من طرف اخصائيين. ماذا بيا نبدا بك دكتور بغبرة. مرحبا بك. مختص في علم الاطفال في طب الاطفال. ماذا بيا تتكلم لنا على الحمى، كيفاش من الجانب العلمي، من جانب واش هي، هل هي حاجه خطيره، اسكو لازم نبانيكي ولازم يكون هلع، لازم نخافوا ما نخافوش، لازم نزربوا ما نزربوش، عندنا الوقت ما عندناش. تفضل استاذ. اولا نعرفوا الحمى. الحمى هي ارتفاع درجه حراره الجسم اكثر من 37.8 درجه مئويه. بالضبط. نقول درجه الجسم. نعم. نقول عن الحمى انها بسيطه عندما تكون بين 37.8 و 38.5 لا فيبريكول. نقول عن الحمى انها مرتفعه عندما تتعدى 38 درجه توصل 39-40. الحمى تنتج عن اختلال في نظام تحكم في حراره الجسم الذي يقع في الدماغ، وهي بخلاف ارتفاع درجه الحراره ليبرتيرمي سي با دو لا فيفر
البترميسي اونفيرمونتال من طريق البيئه الوسط، ممارسه الرياضه، تعرض لحراره الشمس، التغطيه الكثيفه بالملابس او بالاغطيه، ليست حمى. الحمى هي عباره عن مواد يفرزها الجسم، يعني باثولوجيك. الحمى باثولوجيك، مرض باثولوجيك، حاله مرضيه. الحمى الثاني نوعان، حمى حاده اقل من 5 ايام، فيفر ايغو، فيفر كرونيك بلس دو 21 جور، اكثر من 21 يوم. نتكلم عن الحمى، يعني 21 يوم الطفل عنده الحمى. نعم، واو. انا ما نديرش روحي في مكان والديه، لانه شيء صعب 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 صعب. دونك على حسب واش فهمت انا دركا، لا بروميير ريكومونداسيون، يعني النصيحه الاولى الاولياء هي يكون عنده ترمومتر في الدار. اول نصيحه بعد ازدياد المولود، ترمومتر. لازم ترمومتر في الدار، ويكون ديجيتال، يكون عندك زوج وحد يتكسر ونسي جامي كامل. والاولياء مليح بالمرات، بلك الاولياء ما يعرفوش يقراوا لا تمبيراتور كم، مليح انه يسقسي. الحمد لله الان الاجهزه اسمها الكترونيه، بالضبط، لا تحتاج الى ذكاء كبير، يعني سهله. نعم. سهله، فقط نشير الى انه داره الحراره، قياس درجه الحراره يكون بارفواريك تار، عن طريق تحت الشرج وليس تحت الابط او في اللسان او في الاذن. دكور تكون الحراره مضبوطه. مليح مليح انه الاولياء يعرفوا. نعم. وين ياخذوا درجه الحراره. نعم. مهم جدا. والشيء المهم هو انه شغل الاولياء لازم يعرفوا ثاني باللي الرضيع ولا الطفل ولا الحمى، يعني ماهيش حاجه، ما لازمش واحد يبانيكي بزاف، لانه الطفل كمام الحمى سي فريكون. نعم. بارابول واحد كبير، هي اكثر دافع للاستشاره الطبيه في طب الاطفال الحمى. بالضبط بالضبط. ولكن بالمرات الحمى ما تخفي والو مراها، تكون حاجه يعني بانال، ولكن بالمرات تكون يكون مرض بعد شهر ولا حاجه. لهذا احنا دائما نقولوا للاولياء ما لازمش يتهاونوا في هذا الشيء، لازم يروحوا يكونسلتيو. اول ريفلكس اول هو الذهاب الى الطبيب الاستشاره. الذهاب الى الطبيب. الطبيب يتمكن، واش نقولوا لهم؟ كيديروا لو ترمومتر، كي ياخذوا لا تمبيراتور ريكتال. نعم. واش نقولوا لهم؟ دونك لا بانيك تبدا من 38.5 هكذا. نعم، 38.5 تحتاج الى علاج طبي، اقل من 30.5 تحتاج الى علاج فيزيائي لي مويان فيزيك. داكور. نعم. دونك تحت 38.5 يقدروا. داكور داكور. في غالب الاحيان تكون الحمى اقل من 30.5 حمى فيروسيه، نجدها عند الاطفال اقل من 4 سنوات. داكور. لانهم يطورون مناعتهم الخاصه، يتعرضوا لزانفيكسيون ا ريبيتيسيون، زانفيكسيون فيرال كي سون بينين. تكون الحمى في هذه الانحاء ممكن تصل الى 38.5 او 39، ولكن عند اعطاء الادويه داكور تعود الى طبيعتها باسرع وقت. والاولياء انظرني يعرفوا الادويه تاع. نعم. تاع الحمى، يعرفوا كيتالجين، يعرفوا. نعم. نصيحه فقط. لي نوفا ريكومونداسيون ميتنون، حنا في الجزائر هنا ميم لي بروف تاعنا قال لك سي باراسيتامول، هو الماده الاولى، الماده الاولى والوحيده للعلاج التراكم سيمبتوماتيك لا فيف، معناها ماشي العلاج لاصل الحمى، علاج الحمى بذاتها، لان اسبيجيك لاسبيرين ولا لي زاينس مضادات الالتهاب غير ستيرويديه، لي زاينس اشهر ماده نعرفوها يعرفوها جميع الاولياء هي الجيفان، لها اعراض جانبيه كثيره ويجب تجنبها. دونك باراسيتامول، باراسيتامول لي مويان فيزيك، استشاره طبيه. داكور. هذا هي الخطوه الاولى. دونك لي مويان فيزيك واش هما؟ لي مويان فيزيك ايضا هناك بعض الاخطاء. الان دور لا غلاس، لي بوش دو غلاس، الماء يكون باقل درجه حراره بدرجتين عن حراره الطفل. اذا كان الطفل 38 ناخذ ماء 36 درجه. داكور. ناخذ في منديل او سيرفيت نضعه على الجسم، على الراس، على البطن فقط. ماشي لازم يكون مثلج ولا لا. وهذوك اللي يدوا لي بوش دو غلاس وكاع سي با ريكوموندي. لا، سي اريتاتيف. كارثه. سي اريتاتيف. لهم. داكور داكور. سي اريتاتيف. على البشره وعلى ال. داكور داكور. انا واحد من الناس كنت عن بالي باللي ندير بوش دو غلاس ونحطها. نتكلم عن الطفل وليس عن البالغ. لا، نهضروا على الطفل. الاطفال. نهضروا على الطفل. البالغ حاجه اخرى. يعني البالغ يعني اكثر من 16 سنه. مثلا دي كا دي زونتورس. لا بيان سور بيان سور. لا نهضروا على الحمى، سادير باش ننزل. نعم. البشره الحساسه للطفل لا تحتمل لا غلاس ولا الماء البارد جدا. داكور داكور داكور. دونك درجتين تحت درجه حراره الطفل كافيه. كافيه جدا. كافيه نحطها له على الجبين ولا في البطن ولا. نعم هذا هو. داكور داكور. واش نديروا من بعد؟ نكلموا الحمايه المدنيه لنوصلوا للسي مراد. سي مراد على بالك الحمى، بالرغم من ان
عبرك الامهات خاصه من بعد يوليو دي سبيسياليست في الحمى، شغل يتعايشوا هذاك الوضع هذاك تاع الحمى، يوليو شغل يعرفوا كاش يديروا. شغل انا كاين اللي حتى البنت تعيط لامها، يما انا وليدي عنده الحمى واش ندير، تعطيها نصيحه وكامل. حنا رانا هنا اليوم باش كيما قال الدكتور ما ديرولوش لا كلاص، ما ديروش مثلا، باش نعطوهم نصائح اللي تفيدهم. دونك اسكو الناس يتصلوا بكم يبانيكيو هكذا كي تكون الحمى، كي تكون واش هما، كيفاش تتقبلوا انتم هذه المكالمات عبر رقم 14 بيوسي اللي دائما تكلموا عليه؟ يعني الاولياء لازم يتصلوا برقم 14 اللي هو رقم الحمايه المدنيه، ولكن كما هضرنا في الفرص اللي فاتوا لازم يعطيكم معلومات دقيقه. ماذا بيا تكلمني على الموضوع هذا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين نوصل لك امانه برك سي يزيد على كل اسره الحمايه المدنيه، تسلم عليك وتشكرك ربي على الحصه ديال التوجيهيه على كل حال ربي يخليك للعائله تاعنا العائله الجزائريه. بطبيعه الحال احنا نعرفوا احنا في الجزائر يعني حتى الحمى ولا عنده وجع في الضرس يدير 14، احنا الشعب الحمد لله توالفنا وحنا والفناه. مرحبا مرحبا يعني طولنا مرحبا بهم، احنا رانا في الخدمه تاعهم. الحمى احنا كما قلت في الحصه الاولى تاع اولادنا تحت جناحنا، احنا عندنا الاوامر العشر تاعنا تاع الحمايه المدنيه، والامر السابع يقولنا لا تلعب دور الطبيب، اون جو با لو رول دو ميدسان. الميدسان يعني هما هكذاك دكتور بوغبرايس بخدمه باش ما وحنا نعرفوا باللي نعرفوا احنا كاع الشعب تاعنا كاع طبيب وكاع مدرب في الرياضه وكاع يداوي ويداوي كامل هذا، وخاصه الان المجال اللي عندنا الانترنت ولا تعالج للاسف تعالج ولادها بالضبط، ونقول لهم نوصل لهم رساله على الانترنت وكذا وكذا مليح نثقف الثقافه مليح بصح باش ناخذها بالاعتبار. ماذا بيا انا دوك نتكلم كرجل حمايه مدنيه ونتكلم كاب بالضبط، هكذا لازم يكون عندي طبيب العائله تاعي، لازم طبيب استشيره في كل بالضبط الامور حتى بالضبط حتى ولو ما كانش مرضت بالضبط حتى ولو ما كانش مرضت الوقايه من العلاج الوقايه احنا الوقايه بالضبط بالضبط احنا رجال الحمايه المدنيه نهتم بالوقايه اكثر شيء. يعني سي مراد نشاطرك الراي في حاجه، انا لاحظت حاجه انه مثلا في الجزائر تعاطي لي زونتيبيوتيك مثلا هكذا برك عشوائي، يعني تصيبه في الدار عنده شكاره تاع لي زونتيبيوتيك من كامل الانواع ويعرف هذا مليح للدرس هذا مليح لاخر تصيبه طبيب، مي قادره تكون فاتال يعني قادر ما تاخذش نوع الدواء اللي لائم هذاك هذيك الحاله هذيك قادر يكون فطال، قادر تفقد ولدك، قادر ماذا بيا تكلمنا على النقطه هذه. يعني احنا الانسان ولا اي شعب يعني من الوطن العزيز هذا كي يتصل برقم 14 يعني الحمايه المدنيه ما نقدروش ما نلبيولوش يعني الدعوه الرغبه تاعو ولا النداء تاعو. الحمد لله احنا لازم نتوجهوا هذا حتى ولو كانت عنده، احنا بسكون نطلبوا من عنده المعلومات يعني السن تاع الضحيه هذا مهم كما قال الدكتور قبيله، السن تاع الضحيه واش عنده يعني الاعراض هذا درجه الحراره درجه تاني. الحراره تاعو يا للاسف على ما نظن بالك بزاف الناس بالك ما يعطيوش اهميه للترمومتر في الدار وكامل احنا هذا النداء نوجهه للاولياء اللي عنده طفل في الدار ماشي رضيع بالضروره ولا عنده طفل في الدار لازمك ترمومتر الكترونيك وكيما نقولوا درجة الحرارة تاع الإنسان والطفل 37.8 وكل ما فاق 38 تكون أخطر يكون خطير نعم لازم نخاف بالضبط. كي يتصل بين يعني المواطن احنا نلبيو النداء يعني ما نلبيو النداء تاع المواطن حتى تكون حاجة صغيرة، هذا واجب على كل الواجب تاعنا ولكن المواطنين لازم يكونوا ثاني عندهم الحس المدني، ما لازمش سواء الشرطة ولا الحماية المدنية ولا ما لازمش نديرونجيهم على حاجة بسيطة لكن هذه كيما نقول احنا كيما نقولها بالعامية تاعنا الكبدة تاعنا اي بالضبط الأطفال تاعنا نتقلقوا هكذا ولهذا الهاتفي احنا عندنا يعني عنده تكوين في هذا الباب هذا عنده في هذا المجال يفوت له طبيب حسك عندنا اطباء تاع الحمايه المدنيه يهدأ يقوم بالتهدئه للاب جميل جميل اولياء مهم قال ما تخافش كيما هكذا دير له لي كومبريس تياد فوق الجبهه تاعو هكذا احنا انا هذه تاع كومبريس انا هذه تاع كومبريس تياد والله غير انا شخصيا كنت حاسب بلي لازم ادير له لا كلاص لا كلاص يعني باش تشوف يعني بالرغم اني درست في الجامعات ودرست ولكن باش تشوف يعني سيدي ريفلكس اللي مليح انه الانسان يسو دوكيومونت ولا يسقسي من والمنبر هذا هو الهدف نتاعو كما قال الطبيب تفضل الطبيب لازم كل
عائلة أسرة يعني أسرة يكون عندها ترمومات. أنا نزيد ضيفك حتى الترمومات تاع البان يعني تاع الحوض. بالضبط جميل، لأنه مهم جدا. بالضبط، إذا كانت الطفل عنده درجة حرارة يعني 40 درجة ولا، وأنت تحطه في الماء 41 ولا 24 درجة ولا 22 درجة، الأعراض هذا عامل بور لي كونفيسيون. بور لي كونفيسيون داكور، سي كوم لوغمونتاسيون رابيد دو تمبيراتور ريسك دو كونفيسيون فيبري، لوغمونتاسيون بروسك هذيك. نعم، يعني ارتفاع درجة مرتفعة فجائيا يسبب لي كونفيسيون عند بعض الأطفال المعرضين جينيا قبل ذلك. العكس تماما هو تخفيض درجة الحرارة بسرعة يؤدي إلى لي كونفيسيون أيضا. داكور دونك لازم كما قلنا مقبلة درجتين تحت درجة حرارة الطفل. نعم. إذا الطفل عنده 38.5 نحاولوا نديروا 36.5 يعني ما نبعدوش، سينو يا دي ريسك دو كونفولسيون. احنا في سيارة الإسعاف تاعنا موجودة عندنا لي ترمومات مختصة تاع الحماية المدنية الكترونيك يعني ذو جودة يعني بيان سور بريسيز. نقوموا عندنا نوصلوا إلى المكان نقوموا يعني بخوند يعني التمبيراتور تاع لونفو هذاك، ولا شفناها كما قال الطبيب تتراوح بين 38.5 وكذا، نهدنوا للاولياء نقولوا بدي ماش حاجه قرا ما تنزعش ما تخافش، غدوه الصباح تقدر غدوه الصباح يطلع النهار، وتعرضوا على الطبيب تاعو طبيب العائله يفحصوا ويشوف ماك، لان الحمى واش هي؟ الحمى بذاتها هي مش مرض، يعني الحمى هي حاله، هو عرض. نعم، يعني عرض، هو عرض يعني كما يقولوا التهابات يعني ما في الجسم. شاطرني القول الطبيب هو عرض. قالوا نحن نهدنوه، اذا كانت الحراره مرتفعه 39.5 40 درجه فهنا يعني التحويل مباشره، خاصه عند الرضيع اقل من 3 شهور ونصف عام اقل من عامين. نقوم بتحويله مباشره الى المستشفى وبوضع يعني في ايادي امنه كالاطباء تاعنا باش يقوموا يعني بالعلاج تاعه. الحمد لله شيء جميل. ومعنا كذلك طبيب، احنا عندنا طبيب تاع الحمايه المدنيه يتدخل في سياره الاسعاف، يعني اذا صارت له مضاعفات يعني كبيره في الطريق، بس في بعض الاحيان تكون مسافه بعيده من المنزل الى المستشفى، يقوم باعطاء حقن. هو طبيب مختص في الاشياء هذه، طبيب ما يقدرش العون تاع الحمايه، بس لان العون باش الناس تفرق، العون تاع الحمايه المدنيه يقدم اسعافات اوليه فقط، لكن هذا الطبيب ممكن يقدم ادويه ويقدم، هو من اختصاص الطبيب. فالطبيب هو طبيب عام على كل حال، مش طبيب خاص في الاطفال، طبيب بالضبط عام. بالضبط، ولكن عنده لي ريفلكس الاولانيين هذوك، يقدم حقن هكذا باش ينزل له الحراره تاعو، ولا باش يمنع له من الكونفيرسيون هذيك مضاعفات كبيره حتى يوصلوا الى المستشفى ويعرفوا. الله يبارك. أستاذة تفاحي، ماذا بينا تعطينا البعد البسيكولوجي، يعني هو البعد البسيكولوجي على خاصة الأولياء. نعم. الأولياء كيفاش لازم يتعاملوا مع هذه الحالة هذه، ماذا بينا، لأنهم هم محتاجين ناس تقول لهم باللي، لأنه الطبيب بالمرة ترك مخلوع وتقول عندي حاجة كبيرة ولا عندي حاجة صعبة، ولا من بعد تروح للطبيب تتهدن لما يقول لك لا ما عندك والو كامل، يعني تتهدن. احنا ماذا بينا من خلالك نسيو نتكلموا على نفسيه الاولياء، على الحاله يعني كيفاش نشوفها من جانب البسيكولوجي. نشكرك استاذ يزيد على هذه الدعوه. نربط مباشره العلاقه مع الاخ اللي قلنا مثلا ماشي على جال حمى نعيطوا الحمايه المدنيه، هنا يدخل الدور تاعنا احنا، يعني الام لازم تكون تعرف باللي الحمى هو شيء عابر، والحمى كيكون عندها السبب تاعها ما تخافش منها. بالضبط. مثلا دارت الفاكسان لوليدها، ديجا راهي عارفه باللي الفاكسان تاع الاموا باغ اكزومبل ما ديرش الحمى، ولا هي كي تروح تسال الممرضه تقول لها باللي هذا الفاكسان لازم لها نديروا لها لو باراسيتامول، هي ديجا تكون مهيئه نفسها حتى وتجي الحمى تكون محضره نفسها في هذوك 3 ساعات الاولى. جميل انك تكلمتي على التلقيح والفاكسان، هو حلقه اخرى على كل حال. هي يعني احنا باغ اكزومبل هنا كيكون المصدر معروف، هنا ما نلقاوش الهلع عند الاولياء. بالضبط. الهلع وين نلقاوه؟ نلقاوه عند الاولياء اللي عندهم الرضيع الاول
لو بريمي باغ اولا هو الطفل الاول اللي ما يعرفوش يتعاملوا حتى معاه. نقدر نذكروا هنايا لو بريمي باغ باكزومبل تجي الحمى في الشهر الاول كما قال الدكتور اكيد عندها اسباب جينيه الى غير ذلك، ولكن من الرغم ذلك لازم تعرف هذه الام يكون عندها المحرار لو ترمومتر يكون عندها لازم. تعرف كيفاش تقيس الدرجه وتعرف كيفاش تتكيف في الوقت الحالي هذاك والاني باغ اكزومبل تنحي له حوايجو مثلا انا في فصل الشتاء تخليه جوست افيك ان بودي وتاخذ الاجراءات اللازمه ولكن بهدوء. بهدوء ما لازمش تتقلق، وعلاش؟ لان اذا تقلقت الام يتقلق الصغير وخاصه بالضبط. اذا كانت مرضعه سي كونتاجيو يعني راح تعديه بهذاك القلق هذاك سي كونتاجيو كيما نقولوا حنا سي لو ترانسفير تاع لي زيموسيون المشاعر تاعها تنقل. احيانا نشوفوا الامهات مقلقين نلقاو الطفل مقلق هو علاقه تربيه الاطفال دائما نقولها لهم الطفل تفاعل فوالا هنا في هذه الحاله احنا نوصي ان الام لازم تكون صبوره هي باش ولات ام يعني صبرت عليه 9 شهور هو في البطن فوالا لازم تهيئ نفسها الى جميع يعني الام والاب يعني اكيد لا ممكن الاب يكون اكثر هو في هذيك اللحظه يكون اكثر خوف من الام خاطر ما يعرفش واش راح يدير ولكن الام الدور تاعها هنا يكون لازم الاجراءات اللازمه الاسعافات الاوليه ديرها اذا كان لازم طبيبيه شافت الحمى 39 هنا اكيد راح تروح المستشفى حتى لو تتصل بطبيب العائله يقول لها باغ اكزومبل ديروا له الاجراءات ومن بعد تقول له لا ندير المستشفى شغل تخاف تخمم في لا كونفولسيون بالضبط اكيد احنا كاع نخمو في لا كونفيسيون احنا واش نقولوا نقولوا الامهات هادو لازم تكون الام هذه صبوره والطفل هذا لازم تراعي بالعقل وتقدر هذيك الحمى في 6 ساعات الاولى غير نديروا الباراسيتامول تروح وكاين امهات بين قوسين اللي باغ اكزومبل الحمى كاين الحمى اللي تكون لمده يومين مثلا اذا ما داتوش قال الاستاذ الحمى تروح حتى 21 يوم يعني فوالا احنا نهضروا على الحمى الاولى اللي مثلا حمى 5 ايام واقل فوالا اللي تكون فيغال تقدر تكون يومين يعني استاذ 5 ايام واقل هي اللي حمى حاده وليس نعم. دراورة فيروسيه نعم اه فوالا دونك حمى حاده 5 ايام حمى مزمنه نقول فيبر كرونيك سي بلوس دو 21 جور ولكن هذو الحمى يعني انا نهضر على الطريقه تاع اللي كيفاش تمد الادويه وكيفاش تهيئ نفسها للدواء مثلا الام في الليل على بالها باللي كل 6 سوايع هي رايحه تمد دواء للطفل هي ما حاش ترقد راح دير البورتابل يسولينها لازم فوالا لازم 5 سوايع تنوض الاجراءات اللازمه لو كارد دو فاكسيناسيون راهو قدامها بالضبط. اذا كانت لازم الحمايه المدنيه لازم بالضبط. تهيئ نفسها الوالدين الوالدين بالضبط شكرا شكرا استاذ يسلمك استاذ لابري بما انك عندك اكثر من 30 سنه في ميدان التربيه ميدان التعليم كذلك هل كيفاش المربيين يتعاملوا مع الحمى تاع الاطفال مثلا في سن التمدرس هل ترى لما الطفل يجيه الحمى يكلموا والديه اسكو يدوه للطبيب اسكو واش هما التعليمات اللي تعطوهم لهاد المربيين هادو باش يتعاملوا مع هاد الحمى نظن باللي انا شخصيا لما كنت صغير نشفى جاتني الحمى مره كنت مريض بليزونجين مره يعني ممكن انك تجيك الحمى لان الحمى هي اول اعراض هي اول اعراض دونك المعلم اسكو توريو لهم تقولوا لهم لازم يردوا بالهم يشوفوا اسكو الطفل هذا يشوفوا حمر يشوفوه كذا اسكو كاين تعليمات من هذا الباب هذه هي في الحقيقه سيزيد قضيه الحمى هذه في الوسط المدرسي في المدرسه خاصه في الحضانه والابتدائي لان الطفل في هذا السن هذا يكون اكثر تعرضا للحمى من عندما يكبر شويه بالضبط لا فريكونس تنقص يعني بطبيعه الحال وهنا هذا مشكل في الحقيقه قائم وما راهوش غير في الجزائر وانما في كل مدارس العالم عالمي المشكل وكاين سؤال دائما مطروح يبقى مطروح هو لما الطفل يجيب الحمى من البيت هل يقبل أنا كارثه هل يقبل في المدرسه ام لا يقبل هذا أول أنا نشفى خطره جيت بالحمى قالوا لي تروح للدار ايوه هذا هو بالضبط اذا انت انا معلم او معلمه وجاني طفل صغير وهو عنده الحمى ما العمل؟ اولا نجم نقول بان الحمى في المدرسه ما راهيش حاجه خطيره جدا اللي تتطلب الهلع مثل ما يحدث في البيت ما لازمش فو با بانيكي ولكن كما تفضل الدكتور الحمى درجات كاين حمى بسيطه تاع 38 و ونص ايه هذه
الحمى، ولكن هذه ما تاثرش كثير. يعني الواحد ما لازمش يعطي يبانيكي بزاف. نعم. والتلميذ يعني ينجم، ولكن ما لازمش التبسيط كذلك. نعم نعم، ما لازمش نعم. حد يتهاون بالطبيعه. انا نتكلم على التلميذ والمدرسه بالضبط، الدروس بالضبط. اذا اذا كانت حمى يعني بسيط. اسكو المربيين عندهم دي ترمومتر باغ اكزومبل؟ نو جوستومون، هذا اللي جاي ليها. هذه جاي ليها، يعني جاي ليها. مليحه هذا، تساؤل في محله. تساؤل في محله. قلت اذا حمى صغيره ما تاثرش، والتلميذ ينجم يدخل المدرسه ويدرس. ثم هناك حمى توصل 39 39 وشويه. احنا التلميذ كذلك ما تنجمش تنجم تكون ما تاثرش كثير، ولكن تاثر على التلميذ هو في حد ذاته، واللي ما يتبعش مليح. بالضبط. طفل عنده 6 سنين ولا 7 سنين هو بالحمى، والحمى من بعد الاطباء يتكلمون عن يعني واش يحس هذا التلميذ. بالضبط بالضبط، يعني هو صغير ولا كبير؟ عرق، فاتيك كرونيك، تعب، بالك عرق، بالك. اذا ماهوش راح يتبع مليح ويبقى ثما راه في مكانه. يعني هما التعليمات انه لازم يتصلوا بالوالدين ولا لازم يرجع للدار؟ اكزاكتومون. التعليمات لما نكتشف بان التلميذ راه مصاب بالحمى. بالحمى؟ اولا كيفاش نعرف باللي الحمى راه في درجه كذا؟ هذا هو المشكل. لازم نعرف بالضبط. احنا بكل صراحه يعني نقولها بكل صراحه من خلال تجربتنا على بالي، ورانا كلنا جزائريين ونصارحوا بعضنا بعض، واش يديروا؟ يمسلوا راسه. مثل ما يديروا العجايز في الدار، راهو عنده الحمى. عجوزه تقول لك طفلها عنده الحمى، صحيح راهو سخون على العاده، ولكن اي درجه حقيقه ولا وغير شويه سي با غراف. هذه ما لازمش تكون من المفروض. اقول علاش نقول لك من المفروض؟ لانه في مدارسنا ما كاش بالضبط، الا نادرا. مليح مليح، من المفروض هذا المنبر هذا في الحضانه بالضبط، وفي المدرسه الابتدائيه بالضبط، لازم يكون المحرار وعده محارير اذا صح التكوين كذلك، والمعلمه التكوين. نعم. التكوين والمعلمه لما تعرف باللي التلميذ رب الحمى تروح تقيس الحمى وتشوف. ولكن قبل ذلك هذا 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 الطفل هذا جاء بالحمى من البيت، هذا هو المشكل. لازم الاولياء بالضبط اذا شافوا حمى قليله صغيره بالضبط، هم يرافقوا الوالد نتاعهم الى المدرسه ويتكلموا مع المعلمه او المدير بالضبط. وقال وليدي بات بشويه حمى، درت له باراسيتامول، جازوا شويه الحل، ولكن الصبيحه هذه لقيته بشويه حمى، ردوا بالكم عليه، باش يكون تحت اعين تقول بالضبط. تحت جناحي تحت الجناحين تاعنا. انا حبيت نزيد البلي حتى تحت العينين تاعنا بالضبط، باش يراقبوه، يكون تحت المراقبه من بعيد سون بانيكي، ماشي كل خمس دقائق ولكن اون يراقب. لماذا؟ لانه نخاف من لا كونفنسيون اللي يتكلموا عليها بالضبط بالضبط سيادنا الاطباء بالضبط بالضبط. دونك يكون احنا ما عندناش هذه الثقافه هذه تاع اللي نرافق الطفل ونتصل. وحنا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله من هذا المنبر عن عن موضوع علاقة الأولياء بالمدرسة. بالمدرسة. كيفاش تكون هذه العلاقة؟ مش غير في المرض. ورح نطرقوا له في حلقات جاية إن شاء الله. رح نطرقوا لهذا الموضوع مهم. اللي أنا شفته في دول العالم وشفته في الجزائر وكامل. ماذا بينا العلاقة بالأولياء والمدرسة تكون أكبر. أكبر بارك الله فيك. تكون أكبر، هذا الشيء مهم. تساعد التلميذ. دكتور. كاين. تفضل تفضل. غير باش هذا الموضوع. كاين في بعض المؤسسات خاصة في الإكمالي والثانوي كاين ليزانفيرميري. العيادات، عيادات صغيرة. بالضبط بالضبط. هنا وهذه موجوده يعني في بعض المؤسسات التربويه، عياده فيها ادنى الادويه، ادنى الادويه خاصه تاع الجروح هذه وكذا وكذا بالضبط. وفيها المحرار، وعندنا حنايا الحمد لله اليوم راه كاين مراقبات، مساعدات تربويات، كاين يعني استاذات وكاين كذا، يعني ينجموا حتى البنات ينجموا يديروا لهم هذا الحراره ويتبعوهم وكذا. دونك كاين في حاله باش نكمل وين التلميذ لا يقبل في المدرسه، هي من الاحسن لا يقبل. ايوه من الاحسن اذا كانت وصلت 39 الى عندهم الشك. انا تعرف علاش مع الطفل؟ تعرف علاش الشك؟ توليرونس زيرو. تعرف علاش يزيد لا يقبل في المدرسه؟ لانه الحمى ممكن يكون مرض معدي. هذا هو بالضبط بالضبط. الحمى هو عرض يعني بغض النظر على الخطر اللي راهو فيه هو. بارك الله. ممكن هذاك المرض هذا الى مرض معدي بالضبط. وانا اذا خليته وراه قاعد معي يلعب ولا قاعد مع الاخرين بالضبط. في هذه الحاله شيء مهم، فلابد من الاتصال بالاولياء الا اذا كان في حاله خطيره هنا المستشفى ولا، ولكن اذا كان عادي تقريب. ولكن قل للاولياء وليدكم ما يجيش الا بعد ما تجيب لي شهاده طبيه بالضبط. وين الطبيب يسمح لي الطفل. الا تشاطروني الراي، انا ماذا بيا من هذا المنبر هذا نوجه نداء للاولياء، الى وليده عنده الحمى مليح ما يروحش المدرسة حتى يعرضوا على الطبيب. هذا من الأحسن. هذا رأيي. هذا من الأحسن. وماذا بيا تشاطروني الرأي، لماذا؟ لأنه ممكن يكون خطر على الأطفال الآخرين وكامل، ممكن المرض يكون معدي ممكن.
دكتور انا حبيت برك تعطينا توضيح، يعني كيفاش المربيين في المدرسه ولا كيفاش يعرفوا بلي هذا الطفل هذا يعني اعراض الحمى، يعني كيفاش يكون كيفاش نشوفوها؟ الحمى بذاتها تسبب لي كومبليكاسيون، سين دانتوليرونس، عدم تحمل الحمى هو المشكل. هذا يختلف على حسب العمر. سا مانيفيست كومون لي كونفيسيون دي كومبليكاسيون دو لا فيفر. مي الطفل راهو برا، راهو في المدرسه، ولا كيفاش نشوفوا يعني يكون حمار يعرق؟ العرق وساعات العكس تكون عنده دي اكستريميتي. الحمى البارده اللي يسموها. نعم البارده، نعم، لان الجسم يجيب على هذه الحمى بالضبط، سما بار اون فازو كونستريكسيون، الاوعيه الدمويه نقولوا بالعربيه ما تكونش قطروها يتقلص. كومباني دون سيور يعني. نعم لاخراج الحراره. ساعات نجد الاطراف بارده. داكور. ساعات العكس، الراس يكون ساخنا والاطراف بارده. نجد الطفل غير قادر على التركيز في حاله كون سابيل لاستيني، انها لا فاتيغ، العياء، لا يستطيع التركيز مع دروسه. نعم. داكور. كما في البيدياتري في طب الاطفال ثاني عند الرضيع نلاحظ رفض التغذيه، لا ياخذ حليب، ياكل يرفض لا نوريتور. هذه هي اعراض عدم تحمل الحمى، كما ان الحمى التي تمتد لفتره طويله تعرض الى خطر الجفاف، لا ديزيراتاسيون. داكور. نحكيو الان على لاونتيز تاع الاباء والامهات اللي ديما يجونا في الاستعجالات يخافوا من الحمى، بالنسبه لهم عرض شديد هو لي كونفيسيون. هناك نوعين، الكونفيسيون اللي عندهم علاقه بالحمى مباشره، والثاني الكونفيسيون اللي عندهم علاقه بالامراض المصاحبه بالحمى، لي انفيكسيون، لي مينينجيت اون برانسيب، التهاب السحايا. حنا في بعض الاحيان عندما اونيليمين تو لي باثولوجي لي انفيكسيون، مع ان الطفل تعرض الى نوبه الصرع او لي كونفيسيون، نقول للوالدين سون دي كونفيسيون فيبريل. معناها هادو يعني نوبات الصرع عندها علاقة بالحمى مباشرة. نعم، الحمى وليس مينانجيت وليس انسيفاليت او التهاب في الدماغ او التهاب في السحايا، لان الاولياء اوتوماتيكمون يخافوا من الاعاقات، يخافوا من المشاكل الحسية والبصرية. نقول انه الحمى ممكن تؤدي في بعض الاحيان عند بعض الاطفال الى لي كونفيسيون، ولكن ليس معناها انها خطيرة جدا او انها ستؤدي الى اعاقات. ولذلك اول خطوة نعرفوا الحمى تاعنا، نعرفوا الاعراض تاعها، اون فالي شيفري، نروحوا لعند الطبيب هو يعطينا تشخيص. في اغلب الاحيان حمى بسيطه، فيفر فيرال بينين، نرجعوا للدار افيك دو باراسيتامول لي موين فيزيك لا سيرفيونس دي كومبليكاسيون دي سير انفيكسيون. الحمى اللي كانت تجاوزت 3 ايام بلا ما تنقص نرجعوا للطبيب. تري بيان. تما وين نحكيوا على زونتيبيوتيك. تري بيان. في طب الاطفال وخاصه الاطفال اقل من 4 سنوات، اغلب الالتهابات سون دي انفيكسيون فيرال، معناها لا حاجه لزونتيبيوتيك. تري بيان. ليس لها فائده. تربيه. والله حبيت نشاطرك فقط الراي بالنسبه للاطفال أستاذة. بالنسبه للاطفال اللي تكون عندهم حمى المتمدرسين ولا اللي يروحوا لاكريش اللي تكون عندهم حمى بالليل، يعني اشاطرك في الراي انه الطفل هذا ما يروحش للمدرسه او للحضانه. بالضبط. وعلاش؟ لان الطفل هو بحاجه الى رعايه نفسيه. بالضبط. الطفل ما رقدش ليل كامل، الصباح لازم بغض النظر على العدوى. أكيد. بغض النظر على العدوى. ما نلحقوش العدوى لأنه راهو تحت المراقبة 24 ساعة. بالضبط. الأولى. بالضبط. الطفل يحتاج إلى رعاية نفسية، يحتاج إلى رعاية الأمومة. بالضبط. مع الأم تاعو في المنزل، يحتاج إلى أكل صحي. ومن بعد نشوفوا، لأن الطفل هذاك اللي تبعته الأم تاعو وهو بالحمى المسيد واش معناها؟ ما لازمش. واش يفهم هو؟ يفهم لي ما تهنت منه. فوالا. احنا ماذا بينا هذاك الطفل يعرف باللي الأم راهي مهتمة به. بالضبط. والوالد أنها خلاتها معاه، وحتى إذا كانت عاملة تقعد معاه ما تروحش للعمل باش تشوف ليفوليسيون تاع لا فيفغ هذيك وين راح تلحق حتى للمساء. تربية. شكرا أستاذة. وحنا نقول كرجال حماية المدنية للمواطن، للاباء، الامهاء، اتصلوا بنا برقم 14 وتصيبونا قدامكم. الله يبارك. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهذه النصائح هذو. اذا الحمى ماهيش حاجه سهله، ما تهونوش معها، والطبيب هو المرجع تاعكم. اذا يا اولياء، ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا باش نربي ولادنا ويكبروا على هذه القيم هذه. وتقدروا تتواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا لو يظهر اسفل الشاشه، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. اذا ربي يوفقنا ان شاء الله في تربيه هذا الجيل وهذا النشء ليكون خير خلف لخير سلف. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع
أهلنا ولا بلدنا، نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، حب وحنان.